حياكم الله مشاهدينا من جديد. ننتقل سريعا إلى مسجد نميرة. معنا من هناك الزميل نزار العلي. نزار، كل عام وأنت بخير ومعك الهواء بالطبع. كل عام وأنت بخير حمود لجميع السادة المشاهدين. بالفعل من مسجد نميرة بدأ نقل الحجاج إلى هذا المسجد وفق إجراءات احترازية وخطة منية. بكل تأكيد حج هذا العام لعام 1441 هو حج استثنائي. لو تحدثنا عن الإجراءات الاحترازية حمود الموجودة داخل هذا المسجد، سواء تباعد السجاد أو حتى تباعد أماكن الحجاج، يعني وفق أرقام معينة حتى في نقلهم عبر الباصات. طبعا هناك تم توزيع أكياس خاصة من وزارة الحج لكل حاج يوجد بداخلها الكمامات، يوجد داخلها المناديل المعقمة، حتى السجاد الخاص للصلاة. وتحدثنا اليوم أيضا عن خطبة يوم عرفة، طبعا سيلقيها معالي الشيخ عبد الله المنيع. رئاسة الحرمين أعلنت أنه سيتم نقل هذه الخطبة عبر عدد من اللغات. جهود تعمل كل عام لحجاج بيت الله الحرام، لكن وفق الحج هذا العام سيكون استثنائي وفق الإجراءات الاحترازية اللي عملت عليها المملكة العربية السعودية من بداية موسم حج هذا العام في نقل الحجاج حتى في مساكنهم. كان هناك طوق أمني حفاظا على سلامتهم، أيضا حتى في تنقلاتهم، حتى في ذهابهم إلى الميقات وبدء المناسك، حتى في تنقلاتهم داخل المشاعر. سيبقون في هذا المسجد إلى انتهاء الخطبة، ثم سيتوجهون إلى جبل الرحمة لإكمال المناسك. طيب نزار، لو تعطيني فكرة بس أوضح أيضا عن الطواقم الطبية، انتشارها، أعدادها، جاهزيتها أيضا. بالفعل يعني في موجود وزارة الصحة ورئاسة شؤون وزارة الحج تعمل لخدمة الحجاج. يعني منذ وصولنا إلى هنا لاحظنا أنه في كل صف موجود للحجاج يوجد فريق طبي، يوجد أيضا مشرف من وزارة الحج لتوجيه الحجاج. أيضا نتحدث عن يعني وجود التقنية إلى جانب الكوادر البشرية، نتحدث عن تطبيقات، عن أمور فعلا فعلت بالحج. هناك تطبيقات أعلنت عنها وزارة الصحة منذ انتشار جائحة كورونا، سواء تطبيق التباعد أو صحتي. طبعا بكل تأكيد كان هناك الحجر المؤسسي حمود وعلي للحجاج اللي تم العمل عليه لحج هذا العام، وهو الحجر المؤسسي اللي هو وضع الحجاج في مساكنهم والتأكد من صحة سلامتهم قبل البدء في مناسك الحج. طيب نزار يعطيك العافية، ستظلون إن شاء الله أنت أيضا والزملاء معنا في سياق هذه التغطية طبعا المتواصلة طيلة اليوم ليوم عرفة، وأيضا سنوافيكم بالجديد إن شاء الله، ونسبق معكم أيضا ما بين الرياض وما بين المشاعر المقدسة وأيضا الاستوديو الرئيسي في دبي. شكرا وعودة لك إن شاء الله فيما بعد.